السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله انا معايا جمع طيب كده، رجالتنا حبايبنا، الاخ يحيى. يا ياسين، انا قلت لكم اعملوا لايك وعلى السلامه. وعليا ومريم وموزة والحاج موزة. اللي معاكيش الجمدين؟ لا، انت اللي معاكيش الجمدين. طبعا حبايبنا دول عيال اخويا، كانوا بيفطروا عندي النهارده، واحنا ايه سهره رمضانيه كده مع بعض، فهم عايزين يتعلموا الصيد. قلت ايه نعلمهم حاجه مفيده كده، ونبدا بالمره سلسله تعليميه لينا كلنا ان شاء الله، نتعلم مع بعض الصيد بطريقه مختلفه. بص يا جماعه، النهارده عايز نتكلم عن الاتجاهات، عن الشرق، عن الغرب، عن الشمال، عن الجنوب، عن سرعه الريح، عن اتجاه الريح، تحديد اتجاه الريح، واختيار المرمى. ان شاء الله لو في متسع من الوقت هنعمل بالمره ايه ان شاء الله اختيار المرمى المظبوط مع اتجاه الريح ان شاء الله وباذن الله. لو لقيت ان الفيديو هيطول فهنخلي موضوع اختيار المرمى ده فيديو تاني، لانه برضه حاجه مهمه. انا هنفترض ان انا بنعلم اولاد صغارين زي دول، ودي الحكمه اللي انا قصدها من الفيديو، عشان ما حدش يقول لي انت بتعلمنا ايه. فانا هنتخيل ان انا بنبدا نعلم اولاد زي صغارين زي دول. طبعا زياد معايا هنا اكبر واحد فيهم. انت كام سنه زياد؟ 3 9 ماشي. انت عارف يعني ايه شرق يا زياد ويعني ايه غرب؟ يعني ايه شرق ويعني ايه غرب؟ الشرق يعني اول ما الشمس بتطلع. تمام. بص بقى يا زياد، احنا في عندنا هنا في الاتجاهات مثلث كده، لما نيجي نحدد بيه الاتجاهات بتاعتنا بنبقى واقفين زي مثلث كده. المثلث ده دايما بيبقى على ايد اليمين اللي هو الايه؟ الشرق. الشرق. وعلى ايد الشمال؟ الشرق. غرب. الشرق ده للشمس، المكان اللي الشمس بتطلع منه، والغرب المكان اللي الشمس بتروح فيه. الشمس بقى هي بعيدة في الفضاء وبتنور جامد. هي بعيدة في الفضاء وبتنور جامد، بس احنا ما علينا بالشمس بقى دلوقتي، احنا حددنا الشرق والغرب. دايما يا جماعة لما بنحدد الشرق، لو انا عرفت مثلا الشرق، الشرق لما بيبقى على ايدي اليمين بيبقى في وش على طول الشمال. الشمال او بحري. أنا واخدهم في المدرسة. تمام. لو الـ 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 الشمس الشروق بتاعها على إيد الشمال، يبقى الجنوب إيه؟ في ظهر في وشي. تمام، واضح كده يا جماعة؟ كلام واضح. يبقى الشرق لو طلع من على إيد اليمين بيبقى إيه اللي في وشي؟ الشمال أو بحري، زي ما احنا ما بنقول باللغه. الشمال والبحري. الشمال ده اللي هو اتجاه البحر، البحر كده في وشي، او الناس اللي هي ساكنه في الشمال بعض البحر. كده احنا حددنا الشرق، الغرب، شمال، جنوب. عندنا بقى اتجاه الريح بيجي ازاي على الشرق والغرب؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتصور. هو طالع معاك في اللحظه دي؟ طيب بص يا جماعه، اتجاه الريح لما بيجي لي من فوق كده عدق بالسهم ده، ده كده اسمه ريح. الريح ده اللي هو الهواء يا سيدي. الهواء لو جاي لي من فوق كده باتجاه عدق ده اسمه هواء بحري. ماشي؟ سواء جاي لي من هنا او من هنا اسمه ايه؟ هواء بحري. هواء بحري. لو جاي لي من هنا جنوبي. لو جاي لي من تحت لفوق، يعني جاي من البر رايح ناحيه البحر، ده اسمه هواء جنوبي او هواء قبلي، ريح قبلي او ريح جنوبي، في ناس بيقولوا عليه ساعات ريح ايه؟ غليني. طيب الريح لو جاي لي من ناحيه الشرق بس جاي لي بزاويه كده اسمه ريح ايه؟ شمالي شرقي. اسمه ريح شمالي شرقي. لو جاي لي من الجنب ده كده باتجاه كده جاي لي من فوق كده اسمه شمالي غربي. الله ينور عليك يا ماريا. اسمه ايه عليا؟ شمالي غربي. طيب لو جاي لي من هنا شمالي جنوبي اسمه ايه؟ شمالي جنوبي.
لا اسمه جنوبي شرقي. جنوبي شرقي. لو جاي لي برضه من هنا جنوبي غربي. جنوبي غربي. تمام يا جماعه؟ طيب احنا عندنا السمك البحر بينشط وليه حركات مع ايه؟ مع اتجاه الريح. دايما في ناس بتقول يعني هم اغلبيه الصيادين المحترفين واصحاب المراكب وكذا وكذا، الناس دي اتفقت ان السمك بينشط مع اتجاه الريح او بيسرح مع اتجاه الريح، لان السمك ما بيبقى ساكن في مكان واحد. السمك ده بيبقى عباره عن ملايين الاسماك متجمعه مع بعضها بتسرح طول مدى دوره حياتها. هي عباره ان هي ماشيه مع الريح، معاها رايحة يمين رايحة شمال مع اتجاه الريح، تدور على أكلها، تاكل وتكبر وتنشط لحد ما بتقع في إيد الصياد أو بتنتهي بيها دورة الحياة معاها في حنك سمكة تانية، يعني سمكة تانية بتاكلها أو بتتعب مثلا وبتموت. السمك ده بيمشي يا جماعة، ملايين الأسماك بيمشوا مع بعضهم، أغلبية الصيادين اجتمعوا على إن السمك ده بيمشي مع اتجاه الريح. طيب انا دلوقتي نعرف ازاي ان انا الريح مثلا جاي لي شمالي شرقي، الريح شمالي غربي، نقعد فين ولا نيجي منين؟ كل منطقه عندنا هنا في مصر في ساحل البحر الابيض بتبقى مشهوره او معروفه باتجاه الريح بتاعها. ان مثلا الابيض ده اسكندريه، اسكندريه، رشيد، دمياط، بورسعيد، لحد بورسعيد ولحد مطروح برضو بحر ابيض وليبيا. احنا خلينا في مصر هنا من اول مطروح لحد مثلا ايه بورسعيد. حلو السؤال اللي انت سالته ده يا يحيى، برافو يا يحيى، انا شايف ان انت هتبقى صياد محترم ان شاء الله. طيب بص يا جماعه، احنا معانا وقت كده يا مستر، احنا في الدقيقه كام كده؟ الدقيقه 12 7. طيب لسه معانا 3 دقائق هنحاول نقول فيها ايه اختيار المرمى ان شاء الله. معانا احنا نشرة يا جماعة، هي نحاول ايه نقراها برضو مع بعض عشان يبقى الكلام اللي احنا قلناه عملي. طب افضل ريح في سمك يعني؟ تمام، هنقول لك افضل ريح في ايه سمك، يعني عشان في ناس كانت بيقولوا الغرب ده ما بيبقى وحش. لا بص يا سيدي، الاول بس النشرة اللي معانا دي يا جماعة، النشرة اللي انتوا شايفينها ديت اللي هو الاربع 20 ابريل، دي نشرة النهاردة اليوم اللي احنا فيه. البحر عندنا هوت على ايدك اليمين، متر وعشرة سنتي، متر وعشرة سنتي من الساعة هنا، الساعة على الشمال اهوت الساعة 2 ايه 2 صباحا. هتنزلها لهم على 2 صباحا متر وعشرة سنتي، 5 صباحا متر وعشرة سنتي، 8 صباحا متر وعشرة سنتي، الساعة 11 هيبقى متر وكا و2 سنتي. هنا الريح جاي لها اهوت بالطريقة دي كده، الريح جاي لها اهو يا جماعه بالطريقه دي كده. ده بيبقى ريح ايه زي ما قلنا شمالي غربي. الريح ده اللي هو في النشره بتاعتنا ديت ده شمالي غربي عشان كل الناس تعرف. المستر كان بيقول لي انسب ريح، اي ريح جاي لي من الجنوب كده سواء شمالي غربي او جنوبي غربي جنوبي شرقي، ده بيبقى ريح وحش للصيد. افضل ريح طبعا اللي هو بيجي لنا من بحري، لان ده بيبقى جاي من جوه البحر. افضل ريح يا جماعه الريح اللي هو بيبقى جاي من شمال البحر، من البحر، من جوه البحر، لان هو جاي من الاعماق طالع للبر جايب معاه السمك. كل بقى منطقه وليها اسماك معينه في اوقات معينه بتبقى مشهوره، زي ما قلنا ان الشرق مثلا، يعني مثلا لو انا قاعد في رشيد، رشيد مشهوره بالشرق، الريح لما بيبقى جاي لها شرقي. كويس ان احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، احنا نسينا الريح. طبعا لما يجي كده عدق ده بيبقى جاي ايه اسمه ريح شرقي، لما يجي لي كده برضو عدق اسمه ريح ايه غربي، ريح غربي. نفس الطريقه دي، نفس الطريقه ريح شرقي. بتبقى مثلا يعني مثلا في اماكن في رشيد بتبقى مشهوره بالريح الشرقي، لما بندخل جوه النيل بيفضلوا الريح الشرقي. ولكن الى حد ما لما انا مثلا لما نبقى في مكان شرقي مثلا، زي يعني مثلا اهل اسكندريه بيقولوا على رشيد الشرق، هو رشيد شرق اسكندريه،
فكل مثلا انا لما نيجي نقسم المحيط بتاع البحر الابيض نصين مثلا، فهنقول ان هو محيط نص غربي ونص ايه شرق. ونص شرقي. محيط البحر الابيض يا جماعه اللي هو مثلا ايه المنطقه بتاعتنا من مطروح لحد قلنا بورسعيد، فهنقول مثلا لحد المعديه دوت كده ايه دوت لحد المعديه هنقوله عليها دي الغربي، ومن بعد المعديه هنقوله ايه عليها الشرق، او مثلا معديه تمشي انها تكون شرق. الريح اللي هو يعني يعتبر معقول اللي هو هيجي لي من بحري، وسواء بقى جاي من بحري غربي او جاي من بحري ايه شرق. كل مكان بيبقى متميز بريح معين، الصياد اللي هو بيبقى رايح جاي على المكان بيبقى عارف. فانا في نهايه الفيديو قبل ما نختم انا عايز ننصح كل صياد ان مثلا الصياد اللي يطلع لما ربنا يكرمه بطلعه، يعني انا مثلا طلعت النهارده في رشيد، رحت مكان معين في رشيد ربنا كرمني وخدت سمك، نيجي كده في ورقه اي ورقه مثلا او كراسه او نوته هنسميها نوته الصياد، نيجي كاتب في الورقه دي نكتب اليوم العربي اللي انا كنت مصطاد فيه. يعني انا مثلا النهارده اصطدت يوم كان مثلا عم يحيى يوم 20 رمضان، يوم 20 رمضان ده انا خدت سمك، نقوم نشوف ايه انا خدت سمك الساعه كام، نيجي كاتب يوم 20 رمضان السمك دخل عليا الساعه 12 الظهر، السمك دخل عليا الساعه 12 الظهر، نيجي ماسك الريح نشوف انا اصطدت في ارتفاع موج قد ايه وفي اتجاه ريح قد ايه واتجاه ريح ايه. عايز تقول ايه؟ هو دلوقتي يعني الصيادين يعني اما يصطادوا ولو سمك ياما اصطادوه يكسبوا الوقت اللي الله ينور عليك عشان يصطادوا تاني. الله ينور عليك يا ياسين، برافو برافو برافو. لو انا مثلا رحت النهارده يوم 20 رمضان وخدت سمك كتير، نيجي شايف نفسي الريح النهارده اتجاه الريح كان ايه؟ اتجاه الريح كان شمالي مثلا شرقي. طب سرعه الريح كانت قد ايه؟ سرعه الريح كانت 11 كيلو في الساعه. طيب ارتفاع الموج، ارتفاع الموج كان مثلا 8 من 10 او كان 7 من 10. نيجي كاتب كل البيانات دي، واهم حاجه نكتب انا اصطاد في يوم يا عربي، وكمان برضو ويا ريت نشوف برضو درجه الحراره اللي انا اصطدت فيها. ودرجه الحراره يا جماعه حاجه مهمه جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. يبقى انا ان شاء الله اليوم اللي هناخد فيه سمك نحدد الموقع، نشوف ان شاء الله الريح بتاعي كان اتجاهه ايه، سرعه الريح كان اتجاهه ايه، ارتفاع الموج كان قد ايه، واهم حاجه درجه الحراره. كفايه عليكم كده عشان الفيديوهات النظريه دي بتبقى طويله. نتمنى يا رب ان احنا نكون قدرنا نقدم معلومه كويسه، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا. كل سنه وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. انا عايزه اقول اللي مش هيعمل لايك الله يرحمه، واللي مش هيعمل لايك في حفره الجمدي لا العب. ماشي، سلام عليكم.